بالأخبار اللي تخلينا نقوم فرحانين بالنسبة لليوم تتسويت في سمعنا الخير. سمعنا الخير بوهدين في سمعنا الخير اليوم باش نحكي على اذهب الاخضر التونسي اللي يتألق من جديد في محافل دولية ويتوج ب 19 ميدالية. الجمعة هذه فما برشا مؤسسات توينسا ناشطة في قطاع زيت الزيتون المعلب تحصلوا على ميداليات في زوز مسابقات دولية متاع احسن زيت زيتون في العالم. المسابقة الاولى صارت في اليابان واللي خذوا فيها 10 ميداليات ومنهم 6 ذهبية، والمسابقة الثانية صارت في نيويورك واللي خذوا فيها 9 ميداليات. وحسب تصريح من الوزارة يقولوا انه حتى العامين الاخرانيين زاد زيت الزيتون التونسي يحطم الرقم القياسي تتحصل تونس على 300 ميدالية في 2022 و214 ميدالية في 2021، وتونس تعتبر من 10 الاوائل عالميا في المجال هذا. وعدد المؤسسات اللي شاركت في المسابقات هذه اللي صارت في اليابان ونيويورك وحتى في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في دبي يعكس توجه تونس الحقيقي نحو تثمين الثورة الحقيقية واللي لقبوها بالذهب الأخضر. الذهب الأخضر في تونس، نحكيه على زيت الزيتون اللي هو أحسن حاجة عندنا في تونس، والحاجة اللي ديما نسوقولها عالميا هو الحقيقة زيت الزيتون التونسي اللي ينافس في الأسواق العالمية. ما تنسيوش اللي زيت الزيتون هو متحصل زي كيف على الميدالية الذهبية اللي أحسن زيت بيولوجي في العالم. دونك نفرحوا برشا بمنتوجاتنا التونسية. أحسن حاجة ممكن حطيت عليها صبعك بالنسبة لليوم دينا زيت الزيتون بتاعنا اللي ماذا بينا نزيدو نتلفتو له أكثر، وماذا بينا نعرفوا كيفاش نسوقوه نحاولوا أن نحسنوا في طريقة التسويق لهذا المنتوج. نحكيه على زيت الزيتون التونسي. بالنسبة للي أنا الحقيقة الحاجة اللي خلتني نقوم فرحان سي أيمن اليوم، وأنا أدعوك أيمن وأدعوك أنت دينا وأدعوك محمد سيف الدين بولعريس والناس اللي يسمعوا فينا توا، أنكم اليوم تجيوا تحضروا ولأول مرة بالنسبة للي أنا على الأقل باش نحضر لهذا العرض اللي نستنى فيه عندي برشا اليوم من الإنشاد الديني الروحانيات. يا سيف زادة كيف نستناو فيه عنا برشا العرض هذا اللي كانت أجل، واليوم يعني على الأقل باش يكون موجود ضمن فعاليات مهرجان المدينة في دورته السابعة. اليوم عرض أحمد جلمام، الحقيقة أدعوكم جميعا بالحق دينا أنا نستدعاك ونقولك إيجا اليوم العشرة متاع الليل في المركب الثقافي أسد ابن الفرات. راهو الحقيقة باش يكون عرض رائع، عرض من الروحانيات من الأناشيد الدينية. أحمد جلمام اسم قامة تونسية اتألقت في مختلف الدول العربية. الحقيقة يمكن فينا برشا اللي يسمعوا الأناشيد متاع أحمد جلمام في شهر سيدي رمضان ولا غيره من شهر سيدي رمضان، لكن ما نعرفوش السيدة ذي. أنا على الأقل باش تتيح لي الفرصة اليوم باش نكون ضمن الحاضرين في هذا العرض اللي جي في إطار مهرجان المدينة. سينو نعطيكم فكره باش تحضروا ولا سعدين؟ اكيد باش نحضروا بالحق. نقول للناس الكل كان عندكم وقت بون، هي ما تسدش برشا الحقيقه من 10 نتصور ماكسيموم نص الليل. ماكسيموم نص الليل صحيح. دونك عرض البارح مثلا وفي نص الليل 11 ونص هيك هاو. دونك احنا كصحفيين ماخذين الكلمه كان نص الليل نص الليل وربع صحيح. سيف البارح ماهوش موجود بعدنا البارح اوف سيف صح عليك خويا. دونك الحقيقه زاد عرض البارح ماهوش خايب، ممتاز. مهرجان المدينه ديما يبقى هذاك هو الحقيقة مهرجان المدينة يبقى مهرجان المدينة باش نكونوا واضحين. يوفى المهرجان نزيدوا نعلقوا نحكيوا أكثر على فعاليات هذا المهرجان. نعطيكم فكرة الناس اللي تسمعوا فينا توا على درجات الحرارة بالنسبة لليوم. الحقيقة اليوم فماش برشا سخانة، انخفاض نسبي منتظر في الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و 21 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة في بقية الجهات. بالنسبة للريح فإن شدة الرياح باش تكون متواصلة خاصة قرب السواحل الشماليه والبحر، باش يكون شديد الاضطراب الى هائج بالشمال ومضطرب ببقيه المجالات البحريه. نذكروكم بمواعيد الصالات بولايه القيروان لليوم الصبح 4 و11 دقيقه، الظهر نص النهار و27 دقيقه، بالنسبه للعصر 4 و4 دقائق، المغرب 7 صفر صفر والعشاء 9 صفر صفر. العشاء 9 صفر صفر، المغرب 8 صفر صفر. النهار مازال طويل شويه، حاولوا انكم تردوا بيكم على رواحكم الناس الكل، وخاصه تردوا بيكم على صحتكم. وطقس اليوم الحقيقه ملائم باش تصوموا وتكونوا مرتاحين نوعا ما، وراه حتى كان تعبتوا راه كله باجره في النهايه، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. الناس الكل الرحله تتواصل معكم حتى للعشره نتاع الصباح. نعطيكم فكره على الموسيقى اللي باش نسمعوها بالنسبه لليوم، حسين الديك محلاكي.